اللهم أني نويت أن أصلي لله سبحانه وتعالى 100 ركعة. الله يا شمساء كم؟ 100 ركعات؟ أنت مجنون ولا بعقلة؟ أيوة بعدين القبلة ما يشاكلي ها القبلة هكذا صح أنا أعتذر يلا الله الله يحفظك. مش وقت ما تشتي مش وقت 100 ركعة. أنا ومعرقل أنا وشاكر والله نشتي فلوسنا عدعد فلوسكم موجودة في الحفظ والصون. الله يبشرك وجه النبي حبيبي والله حبيبي قلبي لو تشوف كيف فرحت وطرت من الفرحة لو ما سمعت أنك رجعت بالسلامة والله. وشي مدسع عندي شاكر وزواجتي معرقلة بسبب الفلوس الذي عندك لو سمحت عدعد فلوسي. الظاهر أنك ما قد سمعتش في الموضوع حق الشاحن الذي اشتريته. لا ما قد سمعت. لا شوف لا تقول ليش ان انت ما قد بعتهاش. لا قد عند صاحبها بس ايش قصدك؟ لو انت شليت حسابها بالدولار ولا بالسعودي عادي ما فيش مشكلة، يعني عن صرف وخارج نفسي وابيض وشي قدام الناس. الموضوع مش يسعى ما انت فاهم يا خليل. كان معه الشاحنة طلعت مسروقة. الله مسروقة؟ يا الحرم نصبوا علي ودولي شاحنة مسروقة. مسروقة؟ مسروقة يا سلامتي يا فرحتي. أيوة مسروقة. أيوة وانت ما شاء الله عايش الجو. عايش الجو. شوف لا تخنيش في مشاكلك وفي ظروفك. أنا أشتي فلوس أشياء بيض وشي قبال الناس رجاء. ولا تقلق يا خليل ولا تهم ولا يصير في بالك. أصلاً قد الشرطة وعدوني إنه معي لحب والسرق والنصابين ويرجعوا لي زلاطي لآخر يوم. أنت ما عليك لا تصبر بس. الله يا عمري يا عافية يا عمري يا عافية لو ما تمسك الشرطة بالسرق وأنا أجلس ريا. والله ما معنا إلا هذا الحل. الله للحق خير. الله لا وفقك. هذا جزاتي يعني جزاتي حين صدقتك وسمعت كلامك. مسروقة شكرا.